السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد لمتابعة آخر التطورات الجارية على الساحة الداخلية في السويد. واليوم هناك موضوعان رئيسيان سأتحدث عنهما. الأول يتعلق بالأزمة التي تواجهها سلسلة متاجر كوب الشهيرة في السويد، وأيضا الموضوع الثاني سيتعلق بالأزمة الحكومية وأزمة تشكيل الحكومة الجديدة في السويد. بداية نبدأ بأزمة كوب التي شغلت الإعلام، وسائل الإعلام في السويد، وأصبحت أيضا موضوعا إعلاميا عالميا تتداوله وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. تعود القصة إلى أول أمس في المساء، حيث تعرضت شركة كاسيا الأمريكية التي تزود شركة كوب ومئات الشركات الأخرى بخدمات إلكترونية، تعرضت هذه الشركة إلى هجوم سيبراني إلكتروني من قبل هاكرز في موجودون في روسيا، أو مجموعة من الهاكرز موجودون في روسيا بحسب اتهامات من الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا، وهو الأمر الذي تنفيه الأخيرة، حيث وصل الأمر إلى أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء تحقيق لكشف ملابسات هذا الهجوم. وأيضا الهجوم السبراني أو توقف الهجمات السبرانية والإلكترونية على الولايات المتحدة أو من الطرفين الجانب الأمريكي والروسي كانت أحد أبرز النقاط التي تحدث عنها الرئيسان جو بايدن و فلاديمير بوتين خلال لقائهما الأخير الشهر الماضي. وأيضا وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست طالب رجال الأعمال بتوخي الحذر ومتابعة آخر التطورات فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية أو توخي الحذر من هجمات إلكترونية محتملة في المستقبل القريب، لأن هذه المجموعات من الهاكرز تطلب فدية، أو هي مجموعة تطلب فدية أو أموال طائلة من الشركات التي تمكنت من اختراق برامجها الإلكترونية للحصول على الأموال. هذه المشكلة الإلكترونية أدت إلى إغلاق معظم متاجر شركة كوب في السويد، وهو يبلغ عددها 800، والتي يبلغ عددها نحو 800 متجر في جميع أنحاء البلاد. حتى هذه اللحظة معظمها مغلقة بسبب هذا الهجوم الإلكتروني، طبعا البعض منها افتتح بشكل جزئي، لكن أغلبية متاجر كوب في السويد ما زالت مغلقة حتى الآن في محاولة أو ريثما يتم حل هذه المشكلة الإلكترونية، والتي قد تسبب خسائر بملايين الكرونات في السويد لهذه الشركة. الآن ننتقل إلى الموضوع الثاني الذي يتعلق بأزمة تشكيل الحكومة في السويد. غدا هو اليوم الأخير في المهلة الممنوحة لستيفن لوفين رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمكلف بتشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان السويدي، ولكن ستيفن لوفين يواجه مشكلات كبيرة أو عقبات كبيرة أمامه في إطار الحصول على الأكثرية المطلوبة أو الأصوات المطلوبة لتمرير حكومته في البرلمان السويدي. من هذه العواقب هي شروط حزب اليسار بأن يكون له تأثير في إقرار ميزانية الخريف القادم، وهو أمر يرفضه حزب الوسط في المقابل، وبالتالي على ستيفن لوفين أن يحاول إيجاد صيغة مشتركة تقنع الحزبين بالتصويت لصالحه، أو على الأقل الامتناع عن التصويت، وهو ما متوقع من الحزبين خلال التصويت على الثقة للحكومة السويدية، خصوصا بعد سحب مقترح يتعلق بتحرير سوق الإيجار في السويد، وهو الذي أدى إلى إسقاط الحكومة في الأسبوع الماضي. طبعا هناك صوت حاسم قد يحسم مصير هذه الحكومة أيضا، وهي النائبة المستقلة أمينة كاكابافي، وهي عضو سابق في حزب اليسار لكنها أصبحت مستقيلة أو عضوا مستقلا في البرلمان السويدي، وهي حتى الآن لم تحسم قرارها بعد بالتصويت لصالح لوفين أو ضده أو حتى بالامتناع عن التصويت، لكن من المتوقع أنها قد تمتنع عن التصويت في الساعات الأخيرة تجنبا للوقوع في أزمة جديدة أو حتى أن ينتقل الحكم إلى الأحزاب اليمينية، وهو ما تعرضه أمينة بشدة. كان أيضا من الأمور اللافتة التي وقعت اليوم هي غياب ميرتا ستينيفي المتحدثة باسم حزب البيئة عن الحضور للمشاركة في برنامج أجندة
الذي يبثه التلفزيون السويدي والذي جمع عدة من قادة الأحزاب بينها جيمي أوكسون رئيس حزب سفار الديمقراطنا وأيضا إيبا بوش رئيسة المسيح الديمقراطي بالإضافة إلى رئيسة حزب اليسار نوشيدات غوستر. لكن ميرتا ستينيفي امتنعت أو أرسلت رسالة إلى التلفزيون السويدي بأن هناك شيء يمنعها من الحضور دون توضيح ما هو هذا الشيء، فيما عزى مراقبون أن غياب ميرتا ستينيفي إلى يعود إلى إجراء اتصالات ومفاوضات بين حزب البيئة وهو شريك حزب الاشتراك الديمقراطي في الحكومة حكومة ستيفن نوفين الماضي، وأيضا من المفترض أن يكون هو شريك في الحكومة التي قد يتم تشكيلها أو الإعلان عنها خلال الأيام القادمة. هذه المفاوضات أيضا ربما تكون مع حزب الوسط لإيجاد صيغة معينة لتمرير هذه الحكومة في البرلمان السويدي خلال الساعات القادمة، وهو ما سنعرفه في الغد. هل سيعلن ستيفن لوفين عن نجاحه في الحصول على الأكثرية المطلوبة أو أنه سيعلن فشله في هذه المهمة بانتظار إعلانه الرسمي يوم غد؟ كان هذا كل شيء لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.